مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. 8 سنوات وميليشيا الحوثي تجهد كل مساعي السلام وتستمر في القتال، ومؤخرا هددت الميليشيا بجولة قتال جديدة وقالت إن صبرها لن يطول في حالة لا سلم ولا حرب. هذا التهديد يتزامن مع وصول وفد عماني إلى صنعاء للمرة الثانية منذ انتهاء الهدنة مطلع شهر أكتوبر الماضي. في المقابل دعت الحكومة إلى تبني مقاربة جديدة لإجبار ميليشيا الحوثي على الانصياع للقرارات الدولية لإنهاء الحرب، منتقدة ما أسمته سياسة الاسترضاء الدولي للحوثيين. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل سيتمكن الوفد العماني هذه المرة من إقناع ميليشيا الحوثي بتجديد الهدنة والخضوع للرغبة الدولية بإنهاء الحرب؟ وهل فعلا لا تزال فرص السلام متاحة اليوم بعد سنوات من الفشل؟ هذه الأسئلة وأكثر نناقشها مع ضيوفنا، ولكن بعد هذا التقرير. في إطار الرغبة الدولية لإنهاء الحرب في اليمن، وصل وفد عماني إلى صنعاء للمرة الثانية منذ انتهاء الهدنة مطلع أكتوبر الماضي. تأتي هذه التحركات العمانية بالتزامن مع الجهود الدولية المتواصلة لإحياء الهدنة والدخول في عملية سلام شامل. بحسب وسائل إعلام الميليشيا، فإن هذه الزيارة جاءت لبحث آخر المستجدات والتطورات في ظل ما وصفته بتعنت دول التحالف بقيادة السعودية ورفضها رفع الحصار وصرف المرتبات. وصول الوفد العماني إلى صنعاء جاء عقب تهديدات الميليشيا بجولة قتال جديدة تستهدف مواقع حيوية في السعودية والإمارات، وقالت إن صبرها لن يطول في حالة لا سلم ولا حرب. الحكومة دعت إلى تبني مقاربة جديدة لإجبار ميليشيا الحوثي على الانصياع للقرارات الدولية لإنهاء الحرب، منتقدة ما أسمته سياسة الاسترضاء الدولي للحوثيين. صيغة المقاربات هذه التي تنشدها الحكومة من المجتمع الدولي تثير التساؤلات عن ماهيتها وعن إمكانية إخضاع ميليشيا الحوثي للقرارات الدولية لإنهاء الحرب. 8 سنوات من المساعي الدولية لإيقاف الحرب تصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي التي تفشلها في كل مرة، بحسب وزير الخارجية بن مبارك الذي قال إن الحكومة تبنت خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية كهدف استراتيجي، مقدمة تنازلات مؤلمة لوقف نزيف الدم. بعد كل هذا العجز الدولي عن إلزام ميليشيا الحوثي بالقبول بالسلام ووقف الحرب، يحضر السؤال: هل لا تزال فرص السلام متاحة اليوم بعد سنوات من الفشل؟ أرحب بكم مجددا مشاهدينا، وأرحب بضيفي الذين ينضمان إلي من بيروت، الصحفي طالب الحسني والباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. أيضا البداية معك سيد طالب، مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور عليك وعلى ضيفك وعلى السادة المشاهدين، أهلا. شكرا لك. ما الجديد الذي يحمله الوفد العماني الذي وصل إلى صنعاء؟ أعتقد أنه يبحث مثل ما فعل المرة الماضية، يبحث عن تمديد الهدنة ويضع شروط أو يضع يعني ربما مبادرة جديدة تتعلق بإمكانية تمديد الهدنة أو لا، وسيأخذ ردا من العاصمة صنعاء، وأعتقد أن الرد سيكون هو الرفض. ردا حول ماذا؟ أعتقد أن الرد سيكون هو رفض أي مبادرة لا تلبي شروط العاصمة صنعاء، وأعتقد أن ما بجعبة الوفد العماني ليس كثيرا، لا يمكن أن تمدد الهدنة، لأن بيان الاتحاد الأوروبي وإحاطة المبعوث الأمريكي للدرفين كانت واضحة بشأن يعني تسليم عائدات النفط والغاز ودفع رقاب الموظفين بالرفض. أعتقد أن كان الذي وضع المفاوضات الجارية منذ شهرين أمام مؤشرات أنه انتهت هو بيان الاتحاد الأوروبي، ومؤخرا تصريحات الرئيس المشار والمجلس السياسي الأعلى في العاصمة صنعاء الذي قال أنه لن يكون هناك حالة لا سلم ولا حرب طويلة المدى، وهذا ما كنا نتوقعه منذ زمن. يعني ربما كانت طالت حالة لا سلم ولا حرب وطالت المفاوضات، ولكن ربما كان لها علاقة بأمور أخرى غير المفاوضات فقط. يعني قد يكون هناك
يعني ملفات مختلفة مددت المفاوضة. يعني ما سيحمل أفهم منك العماني لا أعتقد أنه سيختلف عما حملته في المرة الماضية. أفهم منك أن تقييمك سيء لهذه الزيارة إلى الآن، لا فائدة منها؟ نعم، لا، ليس هناك مؤشرات واضحة بأن هناك انفراجة، ولكن سيجرب الوفد العماني إذا كان سيستطيع أن يقنع صنعاء، لأنه لا أعتقد أن الوفد العماني يحمل مبشرات، يعني إنما يريد أن يتوصل إلى أما أنه يحمل جديدا ولا يحمل جديد، هو يريد أن إذا استطاع أن يقنع صنعاء بتمديد الهدنة بمقاربة كانت واضحة، وهي أنهم لا يريدون أن تدفع رواتب الموظفين عائدات النفط، ويريدون أن تستمر في تركة النفط. هذه شروط لا أعتقد أنه يمكن أن تمضي التمديد بهذه الشروط. أيضا الظرف الدولي غير مؤهل وغير مشجع أن يستمر التمديد. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد طالب. دكتور عادل، مرحبا بك، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. استمعت معي لضيفي السيد طالب، قال بأن له الوفد لا يحمل أي مبشرات، أنت كيف تقرأ جدوى هذه الزيارة العمانية؟ في الحقيقة هي تعكس حالة التوتر والقلق الحاصل في المشهد اليمني، خاصة بعد استرخاء بعد حالة الاسترخاء بونديل قطر. يعني هناك توقعات باندلاع موجة عنف جديدة في اليمن، لا سيما وأن الحوثيين يعني يهددون بشكل مستمر بالتصعيد، هذا أولا. ثانيا أيضا هناك يعني حالة من التوتر في الداخل اليمني بعد أيضا قصف الحوثيين للموانئ النفطية وإقفال يعني تصدير النفط، وهذه يعني خلق حالة التوتر داخل الحكومة الشرعية التي أعلن رئيس المجلس الرئاسي بأن الأشهر القادمة لن يكون هناك يعني مرتبات، وبالتالي هذا أيضا حفز الأطراف على يعني استئناف القتال في الساحل اليمني. من جانب أيضا الحكومة الشرعية يعني أوعزت إلى الشركات التي تتعامل مع الحوثي بفرض عقوبات عليها، وبالتالي هذا من طرف الحوثي أيضا يشعر بأنه أيضا يعني استهداف أيضا لنفوذه، وبالتالي أنا أتصور بأنه الحالة اليمنية حالة غير متوترة، حالة غير مستقرة ومتوترة، وبالتالي انتهاء المؤديال والتوتر في الإقليم أيضا سينعكس أيضا على الحالة اليمنية. عمان تريد تستشعر هذا القلق الحاصل في الساحة اليمنية، وتريد أيضا قطع الطريق على أي يعني موجة عنف قادمة في اليمن. هذا من جانب. من جانب آخر أنا أعتقد أن أيضا كان هناك في عمان في مؤتمر الحاصل أيضا بخصوص العراق يعني تصريحات من الجانب الإيراني بعد لقاء أيضا وزير الخارجية الإيراني مع السعودي بأنه يمكن استئناف المفاوضات بين الطرفين، وبالتالي هذا ينعكس إيجابا على الساحة اليمنية، ويبدو أن عمان أيضا تريد أن تستثمر هذه الحالة أيضا لمحاولة أيضا يعني إحداث انفراجة في حالة الجمود في العلاقات الحوثية السعودية. نعم، تفضل بالبقاء معي أيضا. سيد طالب، يواصل الحوثيون تهديداتهم باستمرار الحرب، إذن هل للزيارة هذه ولزيارة الوفد علاقة في الضغط على الحوثيين لاستمرار حالة لا حرب ولا سلم الحالية؟ يعني هم لا يهددون بعودة الحرب، لكن يهددون بعملية رفع الحصار. لا يمكن إبقاء اليمن وتحويل اليمن إلى غزة جديدة يعني تحت الحصار، وأن تصبح هذه الحالة هي الحالة الدائمة. ثم أن ما ينظر ما يعتمد الآن في المحافظة الجنوبية لا يمكن التسليم له. حالة محاولة تقسيم اليمن، محاولة تشكيل اليمن، عندما نجد الآن أن حضرموت تذهب نحو الانتصار، لا يمكن أن تبقى تحت حالة من
من بان اليمن اصبح منقسم ومتشتت، وان هناك من يعمل ويشتغل مشاريع كما يريد. الامارات تنشط في المخاو وتريد ان تبني مطار عسكريا تحت اسم مطار مدني هو مطار عسكري. النشاط الدائم في هذه المناطق ايضا لا يمكن ان يكمل بها احد في الوقت نفسه، تستمر حاله اللاسلك واللحق. اما ان يصلوا الى انهاء الحرب ورفع الحصار وانهاء فعلي للعدوان على اليمن، واما ان تعود الحرب لنرى اين تذهب. لا بد ان يكون هناك انفراج، ان لم تكن بالسلم وبالمفاوضات، واعتقد ان هذا لم يحصل لم ينجح بالاساس، او تكون ان يكون هناك ضغط جديد عسكري جديد على السعوديه وضغط عسكري اخر على ادوات التحالف باتجاه المحافظات الجنوبيه، وان يكون هناك خيارات بديله لاخراج اليمن من هذه الحاله. يعني تخيلوا ان المفاوضات الان على دفع رواتب المغتربين، طيب اذا ما نجحت المفاوضات بدفع رواتب المغتربين هل ستستمر نعم، إذن ندور حول دائرة الشروط. سيد طالب، ندور حول دائرة الشروط، تفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا أيضا الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميح. دكتور محمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. نعم دكتور محمد، استمعت إلى السيد طالب يقول لا يمكن أن تمدد الهدنة لأن الشروط لم تنفذ. إذن هل سيتمكن الوفد العماني هذه المرة من إقناع الحوثيين بالخضوع للرغبة الدولية؟ في البدء أحييك وأحيي مشاهديك. أنا أعتقد أن الشروط لم تنفذ من جانب الحوثيين، الكل يعرف ذلك. يعني نحن يعني قد نتفهم أن يقول الحوثي أن الشروط لم تنفذ من طرف الحكومة أو التحالف لأن الحوثي خصم، لكن الذين في الوسط والوسطاء عندما يقولون بأن الحوثيين هم الذين لم ينفذوا، وعندما تصدر إدانة واضحة من الاتحاد الأوروبي الذي يمثل معظم الدول الأوروبية، وتصدر أيضا بيانات ومطالبات من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة ومن دول مختلفة حول العالم للحوثيين تحديدا دون غيرهم، مطالبين بالالتزام بشروط الهدنة والعودة إلى مائدة المفاوضات. هذه المطالبات التي تصدر من أغلب المنظمات الدولية ومن أغلب الكيانات الدولية للحوثيين تعني بوضوح أن الحوثيين هم الذين لم ينفذوا شروط الهدنة. المسألة ليست يعني مسألة معادلة كيميائية صعبة لا يمكن أن نفهمها، هي واضحة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. الحوثيون لم يلتزموا. يعني كنا في السابق الحوثيون يضعون فتح المطار ودخول سفن المحروقات ضمن الشروط التي يقولون بأنهم يطالبون بها. يعني فلنفترض أن هذه الشروط وضعت من الحوثيين ولبيت الآن ضمن الخطة الأممية الأخيرة التي رفضها الحوثيون. أضف إلى ذلك أن الحكومة التزمت بدفع مرتبات الموظفين جميعا شمالا وجنوبا وفي كل محافظات الجمهورية. أضف إلى ذلك أن الحكومة ملتزمة أيضا بالخدمات. الحوثيين بالمقابل ماذا فعلوا أصلا؟ ماذا فعلوا؟ هم يتخذون مسألة العدوان والحصار هذه ذرائع. يعني أصبح اليمنيون أظن بلا استثناء ما عدا الحوثي ومن يخدعه بدعايته يعرفون أن قضية العدوان وقضية الحصار أصبحت شماعات يعلق عليها الحوثيون فشلهم ورفضهم للعودة أو للحل السلمي في البلاد. حتى الآن هناك من الذين يعني رحبوا بالحوثيين من الأصوات الكبيرة التي كانت مرحبة بقدوم الحوثيين في 2014 اليوم يقولون أنتم سبب الكارثة. يعني هناك أعضاء مجلس النواب في مجلس النواب صنعاء ينتقدون الحوثيين بأشد ما نقول عنهم نحن. لماذا؟ لأنهم اكتشفوا بأن هذه الجماعة ليست في وارد الوطن ولا في سبيل مصلحة اليمنيين، ولكن لها مصالح فئوية وطائفية ومذهبية تخصها هي دون عامة اليمنيين، لكنها تسوق لهذه المطالب تحت مظلة مطالب الشعب اليمني. طيب فلنفترض أن مطالب الشعب اليمني ينبغي أن تنبأ وهذا حق. إحدى هذه المطالب المرتبات
وافقت الحكومة اليمنية على صرفها، الحوثيون رفضوا الموافقة على هذه الخطة. إذن من يمنع صرف المرتبات؟ من يعرقل صرف المرتبات؟ من هو الذي يضع العقد في المناشير كما يقال؟ يعني أنا أعتقد أننا إنما نضيع الوقت في تفسير الماء بالماء وفي تعليل المعلل وتفسير المفسر. اليمنيون يعرفون أن الحوثيين هم الذين يعرقلون الحل السلمي، ليس من الآن ولا من الأمس القريب، ولكن منذ 2004 وهم كلما نقضوا كلما عاهدوا عهدا نقضوا. نعم. والعهود والمواثيق والاتفاقيات عندهم ليست الا تكتيكات من اجل وصول الخطوه الاخرى. انا اعتقد ان هذا الكلام لا يختلف عليه اثنان من المراقبين المحايدين الذين لا يحسبون على الحكومه الشرعيه ولا على المتبرعين بالانقلابيين. نعم، سأنقل نقاطك إلى السيد طالب، لكن قبل ذلك دعني أسأل الدكتور عادل. دكتور عادل، بالنظر إلى الدور العماني في الحرب اليمنية، هل ينظر المجتمع الدولي ويؤمن أن عمان قادرة على إقناع الحوثيين بالدخول في السلام؟ لا، أنا أتصور الأمر أكثر تعقيدا من دور عمان. اليوم المعادلة الدولية تغيرت، العالم اتجه إلى إعادة تشكيل النظام الدولي كرد فعل أيضا من الأزمة المالية وأزمة كورونا ثم الحرب الأوكرانية، وبالتالي هناك تغير، وهذا واضح أيضا من خلال أيضا سلوك دول الخليج، هناك تغير في السياسة الخارجية لدول الخليج، وهذه الأزمات جعلت دول الخليج أكثر حرية في اختيار أصدقاء الدوليين، وهذا ما حصل أيضا من خلال الشراكة الكبيرة مع الصين، وبالتالي هو تحدي كبير من الهيمنة الأمريكية. وأنا أتصور بأن ردود فعل الولايات المتحدة الأمريكية ستنعكس أيضا على التوازنات الإقليمية ومن ثم أيضا على الحوثيين، وبالتالي أنا أتصور بأنه إمكانية إيجاد حل للأزمة اليمنية اليوم تعقدت كثيرا، لأنه المجتمع الدولي لم يعد موحدا، أصبح منقسما، وبالتالي دخلت أيضا الأزمة اليمنية في هذه الاستفاقات الدولية، وبالتالي دول الخليج اليوم يعني أيضا تختار أصدقاء وشركاء دوليين غير الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا القاب دولنا أيضا على علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أتصور أن هذا أيضا سيكون له انعكاس على أكمل الأزمات في المنطقة. نعم. إذا أشكرك جزيل الشكر الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، وأعود إلى السيد طالب. النقاط التي كنت سأنقلها إليك، قال الدكتور محمد الحوثيين يعلقون فجرهم على الحصار وما إلى ذلك، أيضا الأمر بيدهم لا غيرهم في استمرار الهدنة، مع ذلك يرفضون كل التنازلات التي تقدمها الحكومة. تعليقك سيد طالب. أولا، آخر مفاوضات كانت بين صنعاء وبين الحكومة كانت في أواخر 2016، ليس هناك مفاوضات بين صنعاء وبين ما تسمي نفسها الحكومة، مفاوضات غير مباشرة لذلك الحين في 2007 غير مباشرة، وليس هناك مفاوضات، هذه نقطة أساسية. ثانيا، من المخجل أن يثبت محمد جنون على الهواء، بينما قال الاتحاد الأوروبي وليندر كينج أن شروط دفع المرتبات شروطا تعجيزية. ماذا يريدون؟ يريدون أن يدفعوا المرتبات الموظفين في 2014 ثم ما بعد 2014 غير شرعية، يعني بمعنى أن الحصار مستمر، بمعنى أن ما حصل من 2014 بما في ذلك عملية التوظيف وعملية القوى الوطنية التي تعمل والجيش أيضا تأكل، فكل هؤلاء غير شرعية. فإذا مع من تفاوض؟ من هو الطرف الذي تفاوض معه؟ ما هي التنازلات التي قدمت للطرف الآخر؟ إذا اعتبرنا هذا الطرف آخر، هل سيقبلون أن هل سنعتبر أن الموافقة على دفع رواتب الموظفين إلى 2014 فقط ثم تتوقف المسائل هنا وما حصل بعد 2014 غير شرعية؟ أنا هذه المقاربة المسألة تتعلق بمراوغات برفع الحصار، برفع الحصار عن كل القوى الوطنية، دكتور محمد، عن كل الذين يحاصرون. نعم، اسمح لي سيد طالب، ولو أنني أتحفظ أتحفظ على بعض الألفاظ التي تستخدمها، لكن أعطي الحق في الإجابة للدكتور محمد. تفضل دكتور محمد. بطبيعة الحال يعني هؤلاء هم الحوثيون، يعني ينزعون إلى الفوضى اللغوية عندما يهزمون بالمنطق، لكن أنا أقول فيما يخص كشف المرتبات ل 2014 هذا هو كشف الدولة اليمنية الذي كان قبل أن يحصل الانقلاب،
إذا قلنا بأن الموظفين ما بعد 2014 ينبغي أن يتقاضوا مرتباتهم، فينبغي أن يعيد الحوثيون آلاف الموظفين الذين فصلوهم. هم الآن لماذا لا يتعاملون مع الموظفين الذين كانوا قبل 2014 وفصل الآلاف منهم؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه، وهذا السؤال الجوهري الذي لا يستطيع أي من الحوثيين إجابة عنه، في اتفاق ستوكهولم وضعت حافلة بنكية في بنك الحديدة، البنك المركزي في الحديدة، من عائدات ميناء الحديدة تحصل الأموال في هذه الحافلة أو الحافلة البنكية لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين دون مناطق سيطرة الحكومة. هذا نص الاتفاق. الحوثيون بعد أن تجمعت مليارات، قرابة 45 مليار دول يمني، ريال يمني عفوا، في هذه الحافظة، يعني لا أتحرج أن أقول أنهم سرقوها، أخذوها. وقال مارتن غريفيث بتصريح شهير بأن الحوثيين سطوا على هذه المليارات التي حصلت من الحديدة وكانت مخصصة لمناطق الحوثيين، للموظفين في مناطق الحوثيين. إذن من هو الذي يأخذ مرتبات الموظفين؟ يا الكريم، الحوثيون ليس أنهم سطوا على مرتبات الموظفين المستحقة، هم سطوا أيضا على المعونات الإنسانية. ألا تتذكرين معي وتذكر مشاهد ما قال ديفيد بيزلي مدير المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي عندما قال بالحرف الواحد إن الحوثيين يسرقون الطعام من أفواه الجياع، على من نضحك؟ نعم، نكتفي عند هذه النقطة دكتور محمد. ننتقل إلى الجانب الآخر. سيد طالب، الحوثيون هل ينتظرون أو يؤمنون بأن شروطهم ستنفذ؟ لذلك هم حريصون على هذا الهدوء، ما يسمى الهدوء النسبي في الجبهات. المسألة ليست مسألة بحث عن شروط، المسألة إخراج اليمن من هذه الحالة القائمة. ليس من المنطقي أن تمارس السعودية حصارا ويمارس التحالف حصارا وهي في مأمن، وأن تفتح مطار صنعاء الدين وتسمح بعبور عدد محدد من الطائرات وكذلك موارد الدين، ثم تستمر في مهد النفط، ثم تستمر في تنفيذ مشاريع في المحافظات الجنوبية، ثم تستمر في الآن الجهاد في المحافظات الجنوبية. نعم، إذن بماذا تفسر هذا الهدوء الحذر في الجبهات حتى الآن؟ يجب أن هناك هدوء في الجبهات، ولكن أعتقد أن المسألة حتى المفاوضات، يعني واحد من الشق الآخر من المفاوضات لتنفيذ الهدنة كان الانتقال إلى مفاوضات إنهاء الحرب. ما هو سقف المفاوضات؟ سقف المفاوضات وجد سقف المفاوضات هي مفاوضات بين صنعاء وبين التحالف. لا وجود لمفاوضات ولا اعتراف ولا حتى طاولة واحدة، ولا يمكن أن يحصل هذا في المستقبل مع ما يسمي نفسه المجلس القيادي. لم يكون تأكدوا أنه لم يكون هناك مفاوضات يمنية على الإطلاق مستقبلا. نعم، إذن هذا رأيكم سيد طالب، الصحفي طالب الحسني من بيروت. أشكرك جزيل الشكر. أعود إلى الدكتور محمد جميح. الدكتور محمد، اليوم وزير الخارجية بن مبارك في زيارته إلى أنقرة وفي تصريحه دعا لإيجاد مقاربة جديدة لإجبار ميليشيا الحوثي على الانصياع للقرارات الدولية لإنهاء حالة الحرب هذه. برأيك ما هي أهم ملامح هذه المقاربة، وما الذي تعنيه هذه المقاربة، وهل هي نقيض للهدنة السابقة المطروحة؟ طبعا دعيني أضيف نقطة بسيطة حول موضوع الحصار وفتح مطار صنعاء بشكل كامل الذي يطالب به الحوثيون. يعني هناك حتى لو فتح بشكل كامل من طرف الحكومة الشرعية، هناك دول تتحفظ على أن تأتيها طائرات من سلطة، يعني من أو من عاصمة اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون. على سبيل المثال، هناك اتفاق على أن ضمن الخطة الأخيرة على أن تذهب الطائرة حتى إلى مصر، لكن المصريين ومعهم كل الحق في ذلك لا يتقبلون فكرة أن تأتيهم طائرة، لا يعني يستقبلونها من مطار صنعاء. ونحن نعرف طبيعة الحوثيين وعلاقتهم بإيران. لكن نعود إلى السؤال، أنا أتفق مع أنه يجب أن تكون هناك مقاربة داخل المؤسسة الشرعية للأوضاع في اليمن. نحن نقول بأن الحوثيين استغلوا وقت معركة الحديدة ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم هم يقومون مسألة الحل العسكري في الوقت الذي يطرح المجتمع الدولي للحكومة الشرعية، لأن الحل العسكري قد استنفذ. يعني هو يراد أن يستنفذ من طرف الشرعية لا من طرف الحوثيين. يجب إعارة الاعتبار للحل العسكري، لأنه كما نقول هو الذي دحر الحوثيين من الجنوب، هو الذي أخرجهم من مأرب والجوف ومن تعز ومن أغلب المناطق في
الحديدة ووصل إلى مشارف صنعاء والحديدة. أنا أتصور أنه على الحكومة الشرعية اليوم أن تعيد الاعتبار للحل العسكري وأن تعيد الاعتبار لتسليح الجيش اليمني. يجب أن نقول بالفم الملآن أنه يجب التسليح، لا يعني ذلك أننا دعاة حرب، ولكن يعني ذلك أننا دعاة دفاع عن مصالح شعبنا التي اليوم يستهدفها الحوثيون في موانئ اليمن بحكم أو بحجة أنه يحافظ على ثروات اليمن من النهب وهو الذي نهبها بشهادة المسؤولين الدوليين كما ذكرت. ولكن لكن يجب أن نتسلح بالفم الملآن. يعني ما معنى أن يطرح الاتحاد الأوروبي يخصص من أموال مخصصة لصندوق دعم السلام، هناك صندوق طبعا الاتحاد الأوروبي يسمى صندوق دعم السلام، من ضمن أموال هذا الصندوق يعني اشتريت أسلحة لا حصر لها وذهبت إلى أوكرانيا. ما معنى هذا سلاح وسلام؟ هذا هو الصح. إذا أردت أن تسالم أو أن تحصل على سلام شجعان فلا بد أن تشتري السلاح، لأنه بدون السلاح لا يحصل سلام وإنما يحصل استسلام. ولذلك يجب أن تضع الحكومة اليمنية والقيادة الشرعية اليمنية نصب عينها. ما تقصده هو توازن القوى؟ نعم، توازن القوى. يجب أن نحصل على الصاروخ البالستي، يجب أن نحصل أيضا على الطائرة المسيرة التي تهددنا، يجب أن نحصل على السلاح الاستراتيجي الذي يردع هذه الميليشيات. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، أشكرك جزيل الشكر. إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم. هذه تحياتي لكم من أفنان تركر، كما هي لكم من معد الحلقة نجيب إسماعيل وكافة الطاقم. إلى اللقاء.